الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في أسواق بغداد وأربيل، وقال مصدر مالي إن بورصتي الكفح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم سعر صرف بلغ 153,700 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار أمريكي، فيما سجلت الأسعار ليوم أمس 153,000 دينار مقابل كل 100 دولار. أما في أربيل فإن صرف الدولار سجل ارتفاعا أيضا، حيث بلغ سعر البيع 153,700 دينار مقابل كل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 153,650 دينارا مقابل كل 100 دولار أمريكي. انخفضت أسعار الدجاج الحي في أسواق كردستان العراق بمقدار 500 دينار للكيلو الواحد في الأسبوع الحالي، وانخفض سعر الكيلو الدجاج إلى 2000 دينار بعد أن كان سعره 2500 دينار، وهذا الانخفاض يتسبب بخسارة لأصحاب الدواجن تصل إلى 700 دينار في الكيلو الواحد. وبحسب جمعية مربي الدواجن بالسليمانية، فإن السبب الرئيس لانخفاض أسعار الدجاج هو عدم التصدير لمحافظات الوسط والجنوب وافتتاح شركات تلبي حاجة مناطق الوسط والجنوب. احتل العراق المركز 45 من حيث أعلى الدول بنسب التضخم، فيما جاءت فنزويلا بالمرتبة الأولى بنسبة بلغت 404%. وذكر موقع أندكس دي سبيكاتور الدولي أن فنزويلا جاءت متصدرة اللائحة بنسبة 404%، ومن ثم لبنان ثانيا بنسبة 260%، ثم جاءت زيمبابوي بالمركز الثالث بنسبة 176%، فيما جاءت الأرجنتين بالمركز الرابع بنسبة 116%، في حين حلت إيران بالمرتبة الخامسة بنسبة 42%. سجلت العقود الآجلة للقمح في الولايات المتحدة الأمريكية أعلى مستوياتها في 5 أشهر، ما يضغط على المكاسب بعد الهجمات الروسية على الموانئ الأوكرانية والبنية التحتية للحبوب. وارتفعت العقود الآجلة للقمح لشهر أيلول المقبل بنسبة 2.87% لتصل إلى 680 دولاراً للبوشل، فيما صعدت أسعار حبوب أخرى ومنها الذرة التي صعدت عقودها الآجلة بنسبة 1.56% لتصل إلى 521 دولاراً للبوشل. ارتفعت أسعار النفط مواصلة المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة، إذ أدت مؤشرات على تراجع الإمدادات وتعهد السلطات الصينية بدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى رفع المعنويات. وارتفعت العقود الآجلة للخام برنت بنسبة 7 سنتات لتصل إلى 82 دولاراً و81 سنتاً للبرميل، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 11 سنتاً ليصل إلى 78 دولاراً و85 سنتاً للبرميل. وارتفع كلا الخامين القياسيين بأكثر من 2% في اليوم السابق، وبلغا أعلى إغلاق لهما منذ شهر نيسان الماضي، وصعدا بالفعل لأربعة أسابيع متتالية مع توقعات بتقلص الإمدادات بسبب تخفيضات الإنتاج التي أعلنت عنها منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك. أما الآن مع أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي ومع أسعار المعادن.
ختام الموجز للقاء.